كل شخص منا عنده مسؤولية كبيرة باتجاه البيئة، فكروا بتمضية أسبوع صديق للبيئة من خلال خطوات بسيطة بكل يوم. نهار التنين فكروا بشراء منتج معد تدويره وبإرسال الأوراق، جرايد وغيرها من النفايات لإعادة التدوير. نهار الثلاثة استعملوا وسائل النقل العام لتروحوا على الشغل أو روحوا مع أي زميل لإلكن، وباليوم التالي خدوا زميلكن معكن، هيك بتخففوا من انبعاثات CO2 بالجو. نهار الأربعة شربوا قهوتكن والماي وغيرها من مشروبات بأكواب الإزاز وركزوا على تخفيف النفايات وتجنبوا التدخين لتفيدوا صحتكن والبيئة. نهار الخميس جربوا ما تطبعوا ولا ورقة. نهار الجمعة تجنبوا اللحمة الحمراء يلي بتطلب إنتاجها كميات كبيرة من المي، وتناولوا السلطات وجربوا ما تستعملوا الغاز. نهار السبت تجنبوا تجيبوا كيس نايلون على البيت أنتوا عم تتسوقوا، ونهار الأحد بخوا عقد استهلاككم تما تضطروا تكبوا الأكل الباقي. And go green!